السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، هتقدر تحول البرومت بتاعك لصورة. هو دلوقتي في الهاجنج فيس، هاجنج فيس ده حاضنة الأعمال الأوبن سورس، يعني ممكن تلاقي موقع قوي جدا كان بدايته من هنا، الناس جربته والناس شكرت فيه والناس بدأت تدعمه، فلحد ما الموقع ده بقى موقع مستقل وقوي جدا. فكل عليك إن أنت هتكتب البرومت ويبدأ يعمل لك الصورة اللي أنت عايزها. يعني هتيجي هنا تقول له برومت وتقول له رن، تمام، وتدخل هنا بقى على الادفانسد سيتنج. لو انت عايز تظبط الويتس الهاي، عايز كام نسخه، عمل لي الشكل ده. طيب هقول له اعمل لي واحده تانية. تقدر تعمل صور كتيره في وقت قليل وبجوده عاليه زي ما انت عايز. هو هنا بيقترح عليك بعض البرومت لو انت مش في دماغك برومت معين، فجاب لي صوره زي كده. ممكن تقعد تجرب اكتر مره لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها. الاداء ادائها كويس، الميزه ان انت تقدر تعمل عدد لا نهائي من الصور، مش هيقول لك لا. طيب ده برضو من المواقع القويه، تقدر تدي له البرومبت اللي انت عايزه وتقول له اعمل لي الصوره بتاعتي، تمام. عنده هنا ايمج جنريتور، يقدر يعمل لك صور، يعمل لك شخصيات، يعمل لك كنترول نت، يعني تدي له صوره وتقول له خلي الصوره اللي تطلع بنفس الحركه ونفس الشكل دوت، يعني تدي له شخص مثلا قاعد مربع مثلا فياخد نفس الوضعيه اللي انت مديها له. ففي حاجات كتيره تقدر ان انت تجربها، في اكتر من حاجه، في الايمج جنريشن تقدر ان انت تجربها، في الميمز تقدر تعمل ميمز كتيره كحاجات سهله كده ظريفه، كوميكس برضو يساعدك في ان انت تعمل كوميكس، تمام. او عمل لي هنا زي كوميكس سريع كده، تمام، اللي قصة إيزيس وأوزوريس. واو، بيعرف الأسطورة. واو واو واو، جميلة، تمام. فتقدر بقى تعمل قصص كتيرة بالشكل دوت، يعني تقدر تعمل صفحات ظريفة زي كده. ممكن تختار بقى أنا عايز شخصيات معينة وتدي له وصف للشخصية، تمام، يقدر ان هو يعمل لك اي شخصيه من الشخصيات ديت. طيب نعمل ساين ان عشان نعمل شخصيات لينا بقى، ويخلينا نشوف الشخصيه اللي هو يعملها. المفروض نقول له مثلا سترونج مان وعنده شخصيه كذا والاوصاف والحاجات دي كلها عشان يعمل شخصيه زي كده، ونبدا ان احنا نحركها بعد كده. او بيقول لي خلاص ان هو خد البرومت ولسه هيبدا بقى يكون لنا الصوره، فعمل لنا حاجه بالشكل دوت. فعندنا موقعين دول جمال. طيب خلينا نشوف بقى موقعين عكس دول. يعني ايه موقعين عكس دول؟ يعني الموقعين دول العكس، هديهم الصوره هما يدوني البرومت، عجبتني صوره وانا عايز زيها، فكل اللي انا اعمله ان انا اختار الصوره وهو يبدا يوصف لي البرومت اللي انا ممكن استخدمه في ان انا اعمل صوره زي كده. طيب خلينا ادخل مثلا على الصور، اشوف اخر صور انا حملتها. مثلا دي صورة شارع، كنت بعمل تجربة كده بالذكاء الاصطناعي اتعرف على اللوحات اللي موجودة في الشارع، فبقول له بقى سبميت، تمام. وهنا المود بتاعك، وهنا تختار بقى اني انجن اللي هيحول لي الصورة لبرومت. فجاب لي الوصف a city street filled with lots of tall building، مدينة زحمة، في الشارع بتاعتها زحمة، فيها مباني طويلة، وبدأ يوصف الألوان بتاعتها وإن هي ممكن تكون مدينة أمريكية، وفي سيارات كتيرة مركونة على الجنبين وهكذا. طيب الموقع برضو دوت ممكن تديله أي صورة وهو يبدأ إن هو يديك وصف للصورة ديت. يعني مثلا صورة القطة يقولك إن دي قطة لابسة بدلة وجرافطة وعينها خضرة وحاجات كتيرة أوي، مركز أوي مع الصورة. ممكن الصورة دي لا إما ترفعها لا إما تديله اللينك، تمام، أو ممكن تفتح الكاميرا وتصور من الكاميرا مباشرة.